ده معاه 2 موميا. ده معاه ام 16 الاي كي ام اللي بيطق. يا نهار ابيض يا نهار ابيض على الاي كي امات. ازيكم يا جدعان عاملين ايه؟ معاكم سيلفي جديد. اول حاجه عايزين كلنا نصلي على النبي. تاني حاجه معايا اكونت النهارده هو مش انا اللي هستعرضه بس هو فيديو كده استعراض. ده اكونت فيه 650 مسك. اقسم بالله يا جماعه يعني مش عارف انا ما شفتش الفيديو والله ما شفته. هو الفيديو جالي كده فهو الفيديو كده انا اشوفه معاكم اهو وهنشوف رد فعلنا. بس هو الفيديو ممكن يبقى طويل سيكا فاهمني. فانت يعني اعمل لك كوبايه قهوه اعمل لك كوبايه شاي او حاول تبقى فاضي عشان الفيديو ممكن يطول سيكا شويه. يعني مش قبل ما الفيديو يبدا تحط لايك وتكون مشترك ومفعل زر الجرس و التصنيف في الشعبية هو 41 على الشعبية على العالم. جميل جميل. بس الاكونت طبعا اكونت كونكر سيزون 5 يعني تمام. عايزين بقى نشوف الاتشيفمنت. الاتشيفمنت 5775. حلو. هو الفيديو ده قديم عموما يعني الفيديو ده قديم من فترة. مستين بانجليش ماشي. 41 في الشعبية كان 41 في الشعبية طبعا كونكر زمان ومسك فاشن اكيد طبعا مسك فاشن واخده يعني من زمان فشخ. ومعاه شويه ايه سبيشال ترينر وايه الحاجه ايه في الحاجات دي مش عارف. شوف بقى معلم معاه لبس احمد جيمنج بالعربي احلى لبس انا شفتها في حياتي بعد الموميا طبعا. ده معاه 2 موميا. ده معاه ام 16 الاي كي ام اللي بيطق. يا نهار ابيض يا نهار ابيض على الاي كي امات. معاه كي ام البحار السبعه ومعاك ايه تاني. معاه الاي كي ام اللي هو يا نهار ابيض ومعاه الاي كي بس ده مش مطورهم بره بس معاه التلجي طبعا. معاه التلجي معاه الام 16 المزيكا جامد هو واللي هو زمان ده بس ماهوش الامسكسيف بتاع زمان. معاه السكار ال ومعاه الهالوين ومعاك ايه تاني ومعاه كميه سكارات ما بتخلص. انت بتفضل تمشي كده في السكنات ما بتخلصش. معاه السكار ال ومعاه اكيد الام 4 والجوكر والتلجي ومعاه الرحاله ومطور الرحاله ماكس. معاك ايه تاني معاك ايه تاني والله. ومعاه المكعبات برضو تمام. يلا معاه الام 4 الحلوه ايه بقى هنا يعني هي مالهاش حاجه. معاك معاك جروزه اللي هي بتتطور. معاك ايوجيهات كيو بي زدات. معاك ايه تاني معاك ايه تاني. مع الام 7 اللي بيتطور واكيد ممكسه طبعا دي مالهاش كلام. معاه سكن البتاع اللي هو في خريطه مش عارف اسمها ايه الخريطه الثلجيه دي. يا نهار ابيض الكار الجودزيلا اكيد دلوقتي لو هو كان مصور فيديو دلوقتي كان زمان معاه كار جديده. ومعاه الكار اللي هي كانت بتنزل اللي هي العشبيه دي برده. مع الام 20 بتاعت البحار السبعه جامده جامده. الام 20 بتاعت البحار السبعه بصراحه. مع الام 20 بتاعت الفرعون. يا جماعه ايه ده يا جماعه ايه كل السكنات دي بسم الله ما شاء الله بجد والله. مع الام اللي بتتطور اكيد لو تنور برده الفيديو دلوقتي كان زمانه معاه جديده. عايز اس كي اس بيتطور يا نهار ابيض يا جدعان. معاه اس كي اس الذهبي سيزون 3 بي اس اس بتتطور. عد يابا عد لو كان مصور الفيديو برضو دلوقتي كان زمانه معاه الميني. عد 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 يا باشا عد 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 عد. معاك معاه الاوزي اللي بيتطور. معاك ايه تاني معاك ايه تاني. معاه الاوزي بيتطور ده زمان اول اوزي ده. ومعاه يو ام بي بيتطور يو ام بي بتاع سيزون 6. يا نهار ابيض ايه اليو ام بي دي كلها. فيكتور بيتطور يا عم. تومي جن بيتطور ومكسوا بايزون ايه يابا ما ناقص المسدس برضو. شوت جون بيتطور مش عارف. مع الطاسات مع الطاسه دي ايه ده ايه الحاجات دي ايه الحاجات دي مش فاهم ايه يعني إيه سكنات حتى الحاجات يعني مالهاش لازمه فاهمني. اهو مع الطاسه بص الطاسات جري يا معلم. مع الطاسه اللي بتتطور ومكسها. يا نهار ابيض عربيه الجودزيلا. يا نهار ابيض جامده 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 قوي. يا نهار ابيض على العربيات. طب ما نجيب يا اسطى الاكونت ده بالحب العب بيه جيمين وابقى اديهولك يعني فاهم. يا نهار ابيض يا نهار ابيض ايه ده ايه ده ايه ده كله ايه الداسيه دي ايه الداسيه دي ايه الداسيه دي بتتطور ودي بتتطور دي كمان ودي دي مكسها ودي بتتطور ومكسها برضو. يا ربي ايه ده ايه السكن السكن ايه ده كل دي موتوسيكلات. بص الموتوسيكل ده ايه ده. انا اقول والله اول مره في حياتي اشوف موتوسيكل شبه ده في اللعبه اقسم بالله. السكنات اول مره اشوف موتوسيكل شبه ده عمري ما شفته في حياتي. اتفرج يا عم اتفرج بص الموتوسيكل ده عامل ازاي. اتفرج على معانا سكن الموتوسيكل الزفت بتاع اللي هو التلات ركاب ده
معاه سكن البتاع اللي محدش. بص سكنيات الباجي بقى اكيد طبعا. جري يا باشا. لا خلاص كده ماشي طبعا. معاه ومعاه بتاعه البطه دي، ومعاه المركب دي، معاه برضه المركب الصغيره، ومعاه اللي هو الباص رقصات. حلو رقصة الجودزيلا. معاه رقصة ايه تاني يا ربي؟ معاه حلوة 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 برضو الرقصة دي، والرقصة بتاعت الأميرة التلجية. ايه ده؟ والله الحاجات دي أول مرة أشوفها وربي أول مرة أشوفها. ده معاه الطقم بتاع ابن سوريا 5 مرات. بص رقصته معاه 5 مرات. هنشوف هنشوف الكلام ده في في الهدوم، في في اللبسات. اقول ايه طيب؟ اقول ايه السكنات دي كلها؟ بسم الله ما شاء الله بجد والله. انا كنت متوقع يكون في سكنات يعني، اكيد يعني من علواني بيكون في سكنات او حلوه، بس يعني مش اوفر قوي 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 كده فاهم، اللي هو مش كل سكن هتجيبه. بص ايه ده؟ بص بص سكنات الطيارات، بص سكنات الباراشوتات طبعا معاه كل حاجه. بص الباراشوتات ما بتخلص ما بتخلصش، جري جري يلا والله ما بتخلص. ايه ده؟ النيدات مع النيد الكل مسج معاه 12 نيد. السموكات قنبلة صوت معاه. معهوش تقريبا هنا حاجة تاني. طيب معاه 30 ماتريالية. نهار ابيض. طيب تعالى بقى اخش في اللبس اتفرج. طقم طقم احلى طقم في اللعبه من الاخر من الاخر بتاع احمد جيمنج بالعربي تمام. ومعاه طبعا الفرعون ماكس، ودي شويه طقم كده فاهم اللي هي يعني شويه. ومعاه طقم سيلفا، طقم سيلفا اهو، طقم سيلفا معايا برده. ومعاه طبعا الفرعون متمكس يعني بص هيبه هيبه. طب معاه الطقم ده، الطقم ده والطقم ده يا لهوي. طبعا موميا اكيد اكيد يعني موميا. طيب تعال معاه الطقم بتاع الايبو فور التلجي، الطقم النادر ده، والطقم ده نادر فشخ طبعا. ومعاه 5 من طقم ابن سوريا، 5 الجوكر وطقم ايه ده؟ الطقم بتاع سيزون 6 اخده مرتين. معاه البدله الصفراء، معاه البدله بتاعت يا لهوي يا لهوي يا لهوي. والله من كتر السكنات ما هتعرف يا عم، مش هتعرف مش هتلحق تقول. اتفرج يعني بص بص السكنات يعني بسم الله ما شاء الله والله. حارب الروماني سيزون 9 الطقم ده، الجلابيه عد يا باشا عد عد. لسه 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 هنشوف الكبات والماسكات والحاجات دي. معاك يا باشا طبعا، جري جري بلبسة اترو. حلو 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 حلو. الله حرام الله حرام يا جماعه يا جماعه. الغلبان شبهي لايك لايك كده. موميا الصفرة، طقمني فرتيتي، فرعون. لا 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 الله. يا جماعة فخامة يا جماعة الفرعون ده أقسم بالله فخامة. بس معاه 5 ومعاه 4، معاه 5 ومعاه 4 من نفس الطقم المسك اللي أنت يعني اللي إحنا مش عارفين نجيبه منه واحد. هو معاه 5 و4 و6 منه عادي. ربنا مع الغلبان، ربنا مع الغلبان والله. طب كده إحنا خلاص طقم المسكات من الطقم المسكات. الاخر تمام شويه طقمه بتاع حوالي 100 طقم او اكتر كده، ودي شويه الطقمه الليجندري. اه يا عين ماشي جري. بس يعني انت فاهم مفيش غير طقم بقى. بدله البيضه دي حلوه قوي اللي عدت، بدله العريس دي جميله برضو. الليجندري يعني الليجندري اللي احنا مش عارفين نجيبوه اللي حظنا وحش فيه عادي. جري كده يا معلم جري واطلع لفوق وهيجيلك ياما هيجيلك. ايه الطقم ده؟ والله اول مره شفت طقم شبه ده. طبعا بص راس الحصان، راس القطه. بص بص ماسكات للا لا نهايه حرفيا. بص المسكات يعني 650 مسك يا باشا صباح الفل. يا لهوي ايه كل ده؟
ايه كل ده؟ لا ياما قوي، لا لا ياما قوي يا جدعان والله. يعني انت لما يبقى معاك السكنات دي كلها تعمل بيها ايه؟ والله انا بتفرج زي زيكم، انا يعني مش عارف مش عارف والله. بس الناس مش حلاها. معاك كاب بتاع سيزون يعني طقم القبطان. ما بيخلصوش، جري جري ما بيخلصوش. لا معانا نضاره ميسك، اقسم بالله اول مره اشوفها في حياتي والله يا جماعه، اول مره اشوف نضاره ميسك شبه دي. معايا طبعا ماسك الجوكر وشويه ماسكات حلوه. تيشيرتات ماشي، معايا شويه بناطيل برضو. انا على فكره بحب البس بناطيل وتيشيرتات اكتر ما بلبس طقمه. في شويه بناطيل وتيشيرتات كده بحبها، بتاعت الايموجي وبتاعت سيزون مثلا 2 اللي هو بدله القبطان والحاجات دي. هلمتات اكيد طبعا، اكيد الهلمت الفجره دي، هلمت التلجيه، قلبي 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 الهلمت التلجيه دي، قلبي اقسم بالله. بس اتفرج الهلمتات ما بتخلص والله ما هتخلص. بص جري 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 جري. شنطه، شنطه الفرعون طبعا طبعا، شنطه الفرعون. حسبي الله ونعم الوكيل. كل دي شنط، كل دي شنط. خش بقى يا معلم على التقيل، ونخش على الأسلحة اللي بتتطور. التلج ماكس، الأوزي ماكس، الكار ماكس، السكار ماكس، الام 20 ماكس، ماكس ماكس. اتفرج ماكس 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 ماكس، يعني ولا اترو ولا اي، لا 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 ده حاجه تانية، ده ماكس ماكس كده فاهم، ماكس ماكس. خش يا باشا ماكس. لا ده لسه ما طورهوش، هو ما يطورش الحاجات دي. ده معاه، ده معاه السكنات اللي احنا قلنا من اللي هي مش معاه، هي معاه اصلا بس هو مش مطورها. يعني هو معاه كل السكنات اللي في اللاب، كل السكنات اللي بتتطور في اللعبه معاه. ده ايه ده؟ ده اكونت تاني ده ولا ايه ده؟ اه ده اكونت تاني برضو، تعال نشوفه. ده عرضه مثلا للبيع ولا ايه ده؟ مش فاهم ولا هو هو مش عارف. دي كار، دي ام 20، دي هنا قوم قوم اللي بتتطور برضو برضو. سكن اس كي اس ميني ماشي، بس يعني السكنات في الاكونت ده مقارنه بالاكونت التاني السكنات هنا تعبانه، مش هي السكنات اللي هي يعني. بس هو تقريبا دي برضو اكونتات هو عارضها بيكون فيها سكنات، بس احنا عرفنا الاكونت اللي فيه 650 ميسك دول، واحنا ما حققتناش عندهم او انت مش عارف حددهم ولا لا يا جدعان. بس الحمد لله يعني. بس كده يا جدعان الفيديو يكون خلص، اتمنى الفيديو يكون عجبكم يعني. ولو عجبتكم السلسله اللي هي استعراض الاكونتات والحاجات دي، اكونتات غريبه مسكات ياما والكلام دي، قولوا لي رايكم تحت في الكومنتات، هل اكتر منها ولا لا، ولا مش جايه معاكم سكه يعني، قولوا لي كده. بس اهم حاجه تكون حضرتك لايك وتكون مشتركه ومفعل زر الجرس. السلام عليكم.